السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نشرح عن الجي اي سيستم اللي بتكون عندنا. الجي اي سيستم الجاسترو انتستينال سيستم بتكون عندنا من جزئين اللي هي الجي اي تراكت، الجي اي الجاسترو انتستينال تراكت والاكسسوري جلاندز والاكسسوري اورجانز عفوا. الجي اي تراكت بيبدا من الماوث وبينتهي عندنا في الانس، وعندنا الاكسسوري اورجانز اللي هم الليفر البانكرياس سبلين. رح نبدأ مع الجي اي تراكت اللي بيبدأ من الاورال كافيتي اللي هو الماوث. الاورال كافيتي بيبدأ من الليبس اللي عندنا السوبريال ليبس والانفيريال ليبس. بعد ذلك بيجي عندك التوث، بعد التوث في عندك التانج. نعم، بعد ذلك رح نشرح عن عندك المكون لسطح الفم. عندك تو بالات، الهارد بالات كامينج انتيريالي والسوفت بالات كامينج بوستيريالي. الحين راح نتكلم عن التونسلز، الثري تونسلز اللي هو اللوز. عندك اللينجوال تونسلز، البلاتاين تونسلز، عندك الفارينجيال تونسلز. اللينجوال تونسلز كامينج بوستيريالي تو ذا تانج، عندك البلاتاين في البلاتاين بون عند البلاتاين بون، عندك الفارينجيال تونسلز عند جايه في الفارينكس. بعد ذلك راح ننتقل الى الاسوفاجس. واخيرا ما ننسى انه عندنا اليوفيلا هذه الجايه في البوستيريور بارت اوف ذا اورال كافيتي. بعد ما حكينا عن الاورال كافيتي راح ننتقل من الاوسوفاجس باتجاه الاستومك. الوصله الكونكشن بين ذا اوسوفاجس والاستومك الكاردياك اورفيس. كارديك اورفيس، اورفيس معناها اوبننج. الاوبننج هذا بتدخل الطعام من الاسوفاجس للاستومك. الحين حنشرح عن المكونات الاستومك كلها. الاستومك مكونه من الكارديك اورفيس، الفاندس، فاندس اوف ذا ستومك، ذيس از ذا راوند شيب بوزيشن اور راوند شيب. بعدين بيجي عندنا البادي اوف ذا ستومك. البادي اوف ذا ستومك هذا الكامل، يعني الاستومك كامله، البادي جسم تاع الاستومك. بعدين بيجي عندنا البولاريس ريجون اللي هي منطقه البولاريس. بعدين بيجي البولاريك سفنكترز، الكونكشن بتوين ذا ستومك اند ذا سمول انتستاين. الحين حنيجي للسمول انتستاين، الثري ذي ديفايد ان ثري بارت، دودينم، جيجينم اند ذا ايليوم. الدودينم از ذا كونكشن، ذا بليس وير ذا كونكشن بتوين ذا ستومك اند ذا سمول انتستاين. After that, the jejunum, the biggest part of the small intestine, and the last one is the ileum. Ileum, the last part of the small intestine, there is between the ileum and the large intestine, there is ileocecal junction. Ileocecal junction في جواتها valve. الvalve هذا بيوصل لنا بين small intestine وال large intestine. Large intestine بدايتها من السيكم، وفي عنا جزء زائد عن ال large intestine اللي هو الappendix. بعد ذلك بعد بخلص السيكم والابندكس، اللارج انتستاين they are divided in three part: الاسندك كولون، الترانسفيرس كولون، and the descending كولون. بعد ذلك بعد ما خلص الديسندينج كولون راح نقول انه في عندنا زي حلقات. هذه الحلقات اسمها هاستريام. الهاستريام هذا بيفصل بينهم التيناي كولاي. التيناي كولاي هاي هنا مبينه، هنا مش مبينه كثير، هنا مبينه عند هون. التيناي كولاي بتفصل بين الحلقات الهاستريام المكونه لللارج انتستاين. عندنا هون الحلقات المكونه لللارج انتستاين اللي اسمها هاستريام، بفصل بينهم في عندنا خط هيك اسمه تيناي كولاي. بعد ذلك بعد ما خلص اللارج انتستاين ننتقل للريكتام ثم الانس. بعد ما خلصنا الجي اي تراكت راح نشرح الحين الاكسسوري اورجانز اللي هم البنكرياس، السبلين والليفر. البنكرياس في جواته زي القناه اسمها بنكرياتيك داكت، والسبلين جاي تحت المعده. الحين راح نشرح عن الليفر. الليفر من الاكسسوري اورجانز المهمين في عمل في الجي اي سيستم. حنبدا الحين مكونات الليفر اللي هي الرايت لوب كامينج رايت part of the abdomen، عندنا left lobe left part of the abdomen، وعندنا ligaments. عندنا اول ligaments بفصل بين ال right lobe وال left lobe اللي هو falciform ligaments. بعد ذلك عندنا ligaments coming superior part in the superior of the liver اللي هو coronary ligaments. هذه الخطوط اللي مبينه هون هذه coronary ligaments. عندنا inferior vena cava هاي هي اللي واضحه عندكم، بتوصل الدم من الليفر تو ذا انفيريور
vena cava in the heart. انتقالا الى posterior position or posterior view of liver هنلاقي عندنا two more lobes اللي هما quadrate lobe والquadiate lobe. Quadiate lobe is coming لجنب جاي جنب الinferior vena cava. عندنا quadrate lobe سموه quadrate لانه عامل زي شكل المربع quadrate. الجول بلادر عندها that's وصلوا لها ال secretion from the liver to the gall bladder. عندنا ال right hepatic ducts وال left hepatic ducts. ال right hepatic ducts تعرفوها من إنه من ال right loop. وال left hepatic ducts مش مبينة هون بس إنه بتعرفوها إنه جاية من ال left loop of the liver. بيجتمعوا هما ال right hepatic ducts وال left hepatic ducts بيجتمعوا في عندنا يسموها ال hepatic common ducts. وهيباتيك كومن داكس بتوصل لنا لين السياتيك داكس للجول بلادر. عندنا ايضا لا ننسى الارتريز والفين. عندنا الهيباتيك ارتريز عندنا الهيباتيك فين كامينج السوبريال يعني واضحه هون في السوبريال بارت. وعندنا البورتال فين هذا اللي هو هون.